September 11th. Primary day, and the polls are open in New York City. As Hurricane Aaron remains well offshore, we'll have sunshine today. The Giants lose their opener in Monday Night Football. Good morning, American 11 with you. Pass to 190-230. American 11 turned 20 degrees, right? في 11 من سبتمبر 2001 ينهار برجاء التجارة العالمية في قلب العاصمة الأمريكية نيويورك. تحدثت كل المؤسسات الأمنية والاستخبارية في الولايات المتحدة عن مدى النمو الملحوظ لهاجس الخوف من المستقبل لدى المواطنين الأمريكيين، وكيف أن هذا الأمر قد رفع من نسبة الانتحار لدى الكثير منهم خلال الفترة التي تلت أحداث 11 من سبتمبر. وقع هذا الحادث في ذلك العام داخل الولايات المتحدة في حين لم ينل أي ضرر بالبنى التحتية جراء الهجمات على هذا البلد، بينما وبعد مضي عامين قامت أمريكا بهجوم مدمر في قلب الشرق الأوسط واستهدفت كل البنى التحتية لبلد كان قد نال مسبقا جروحا عميقة بفعل حكم ديكتاتور طاغية يدعى صدام حسين. تم تدمير كل شيء من مراكز توليد الطاقة وحتى المرافق الصحية والعلاجية، وتم تدمير حتى الجسور التي يستفاد منها المواطنون العراقيين. كل هذا الدمار جاء عن سبق إصرار وترصد من المحتل الأمريكي. هذا الأمر الذي أكده علي التميمي الخبير العراقي في الحقوق الدولية وتحدث عن حجم الخسائر التي نالتها البنى التحتية العراقية جراء الغزو الأمريكي عام 2003 وحتى الآن. استمرارا لذلك الغزو وما خلفه من دمار في العراق، ذهب الأمريكيون للإطباق على ما تبقى من المقدرات تمهيدا لتقسيم العراق أو السيطرة عليه عن طريق تأسيس داعش والظهور كتحالف دولي مسرحي ضد الإرهاب الداعشي. وحول هذا الموضوع كتبت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية في 13 من شباط فبراير عام 2018 تقول إن التحالف الأمريكي وحربها ضد ما يسمى بتنظيم داعش قد خلف ما يقدر ب 45 مليار دولار من الخسائر التي لحقت بالبنى التحتية للعراق. تم استهداف وتدمير عدد كبير من المستشفيات ومراكز توليد الطاقة وحتى المدارس إلى درجة أصبح متعذرا إعادة إعمارها كما كانت عليه قبيل تلك الهجمات. وأضافت الصحيفة بأن استهداف الجسور والمؤسسات الخدمية والمستشفيات في محافظة الموصل كانت من ضمن الخطة التي اعتمدتها أمريكا لتدمير كافة البنى التحتية لهذا البلد، كما وأشارت إلى أن الأمريكيين وبهجماتهم تلك وتدميرهم لكل البنى التحتية مهدوا الطريق لإبرام العقود مع الشركات الأمريكية من أجل إعادة إعمار ما كان عامرا أساسا. ويأتي رفع اللثام هذا عن المؤامرة الأمريكية لتدمير البنى التحتية العراقية في وقت تحدثت فيه العديد من المراكز الإعلامية عن أن أمريكا قامت باستهداف تلك البنى التحتية والتأكد من تدميرها بالكامل كي تتمكن لاحقا من الحضور الفاعل فيما يسمى بإعادة إعمار العراق وإبرام الصفقات في هذا المجال. إلى جانب كل هذا، فإن التصريحات التي أدلى بها الشخصيات والسياسيون العراقيين تتحدث عن أن في 15 من ديسمبر عام 2018 أشار الكولونيل شاين رايان أحد المتحدثين باسم التحالف الدولي ضد تنظيم داعش إلى أن أمريكا سوف تبقى في العراق بعد قضائها على الإرهاب من أجل إعادة إعمار العراق. وحسب الخبراء فإن أمريكا تسعى من خلال حجة إعادة إعمار العراق إلى تحقيق بضعة أهداف، أولها تدليل العقبات أمام الشركات الأمريكية وحضورها الفاعل في العراق، وأن هذا الأمر سوف يخفف بشكل ملحوظ من الأزمة الاقتصادية المتنامية في الولايات المتحدة الأمريكية. كما وحسب تقارير بعض المؤسسات الأمنية العراقية أن هذه الشركات
ستقدم خدمات تجسسية مهمة للأمريكيين. أما الهدف الثاني من وراء كل تلك الهجمات على البنى التحتية هو إبقاء العراق متأخرا عن ركب التطور العلمي في العالم. وفي حقيقة الأمر فإن التدمير الكبير للبنى التحتية للعراق خلال هذه السنين هو بمثابة أداة لمنع إعادة الاستقرار لهذا البلد. ففي نهاية المطاف إن إعادة الاستقرار يمكن العراقيين من سحب البساط من تحت الأمريكيين وحجتهم في البقاء في العراق.